برنامجنا برنامجنا نتعلم حتى نتقدم. هيا هيا يا أطفال برنامجنا فيه جمال، فلنذهب ولنسمع قولا تتحقق فيه الآمال. برنامجنا بطفولتنا حتما يهتم. وليدي حسوني نعم يعني اجيت للمكتبة نعم ورايد شب شغلة يعني رايد مساحة اي مقطاطة كم قلم هاي حفيدتي فطومة صدق كذي بابا عبد الله اشكرك هاي المكتبة قدامك شنو هاي شفيدة اخذه متناوشني شم شغلة من كيف كل شيء يعني ما اعرف يعني الزينة هاي مقطاطة تونت المقطاطة اي فد مقطاطة اي حمراء صفراء شاخذ كيف والله شنو تحب هي مو هي بنيه ناخذها تحب اللون الاحمر ها هي اي هاي خوش مقطاطه مو اي صايره زينه يعني هذه اي زينه يعني هاي مقطاطه أي. فات قلم شيء قلم يعني شو نسيتني انت مو قلت لك بالساحه همات قلم فات قلم رصاص حلو شو اختار لك ها اي والله تريد هاي المساحه فتحتها شو هاي زينه هاي يعني اي خوش هاي مساحه حسين الصغير هاي حلو ممتاز أيه. هم لونها حلو يعني للبنات اي صحيح الفط اي برد فت قلم بعد قلم هسه خلينا نشوف لك يا عيني مو هاي غير يعني بدت هسه عندهم الفصل الدراسي هذا ما بعد الامتحانات والعطله هذا القلم وبلشوا هسه بالدراسه فتحتاج هي اقلام وشغلات اي اكيد عاشت ايدك حسوني اقول لك وليدي اي انا ما اريد اعطلك لا اشو شفتك مشغول بهذا البايسكل بالدراجة الهوائية أي خير خو ماكو شيء لا إن شاء الله ماكو شيء بس هاني يعني جاي أتفحص مع السندباد أي يعني شوف أنا سل بريك هاي اليد مال البريك أشوفها أتفحصها وهاي همي تايرات لأني أشوف إذا ناقصة هو لو ما بيها نهائيا أحط لها هواء تدري إيش ليش يعني أنا نطلع بالشارع أكو واي سيارات وناس تمشي فأنا لازم أتأكد من كل أجزاء إن هي سليمة حتى أطلع بيها عاشت إيدك وهاي أول نصيحة ناخذها من حسوني وهي انه لازم احنا نلتزم بالقواعد المرورية حتى لو دراجة هوائية ليش؟ أكيد. على مود صحتنا وسلامتنا نخاف من الشارع يا عيني يا قلبي اقول لك شنو رأيك نتمشي هسه العمو فرحان للدكان تمام هاي يلا امشي وليدي امشي حلو.
عمو فرحان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حسوني، اهلا وسهلا ابو عبد الله، شلون الصحه؟ اخباركم؟ بخير بخير الحمد لله والشكر. اهلا وسهلا. سمعت نجدة نسولف انا وحسين؟ اي فيما يخص الدراجة الهوائية والقواعد المرورية. اي وحسين يعني حكى حلو وشفت همات شلون يشوف الدراجة خو ما بيها نقوصات او بالبريك او العجلة غيرها، يقول اخاف يعني لا سامح الله يصير بينا حادث شيء، يعني هو ماخذ احتياطاته. شنو رأيك انت؟ والله اسمحوا لي يعني سمعت كلامكم واضيف على كلامكم واقول مو بس هذا، وكذلك عليكم أن تعرفون بعض قواعد المرور وخصوصا الأصدقاء اللي يسيرون دراجاتهم بالشوارع اللي بيها سيارات. نعم. وطبعا احنا منشجع على سياقة الدراجات الهوائية في الأماكن اللي تكون بها السيارات. ليش؟ لأن هذا قد يسبب إلى حوادث لا سمح الله. أقول لكم أنتوا أخذتونا بالحكي وبالحديث. ايه؟ والحلقة بدأت، فخلونا نرحب ونقول لأصدقائنا الحلوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا أصدقاء برنامج عمو فرحان، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج عمو فرحان، والذي يأتيكم أصدقائنا الأطفال الأعزاء مباشرة عبر شاشتنا الذهبية قناة كربلاء الفضائية في تمام الساعة 3 عصرا في كل يوم ما عدا يومي الأربعاء والخميس. فأهلا وسهلا بكم، وعلى مدار ساعة كاملة مباشرة نأمل أن ترافقونا لكسب الفائدة والمتعة بإذن الله، ومن خلال فقراتنا المنوعة حتى نحاول دائما أن يكون خطابها يتضمن مضمون ديني وتقويمي وتربوي واجتماعي وصحي، وكلها تصب في خدمة وتقويم أصدقائنا الأطفال الحلوين. أحسنت أحسنت عمو فرحان، وأنا بدوري أيضا أقول لهم الأطفال الحلوين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شفتوا بدينا حلقتنا لهذا اليوم بشنو؟ بمعلومة مهمة ونصيحة مهمة. أول شيء أنا رحت اشتريت الفطومة هاي القرطاسية. ليش؟ لأنه خلصت العطلة وبلشنا هسه رجعنا للدراسة، وأريد منكم تحافظون على هاي القرطاسية وتدرسونهم بشكل جيد. ليش؟ على مود مستقبلكم أطفالنا الحلوين. ثاني شغلة، مثل ما شفتوا حسوني شلون اجى وشاف البايسيكل أو الدراجة الهوائية وتأكد إنه ما بيها شيء، ما بيها نقص. ليش؟ على مود هاي من يسوق بالشارع هو ماخذ احتياطاته. شو تقول حسوني؟ اي أم عبد عبدالله أدق لك في الشغلة، وهي عند الروح الفقرة، وهاي الفقرة عنوانها الندى الرحمة. والموضوع ماتها أنا عارفة، أقول لكم شنو؟ شنو؟ إحنا طالما سهل هاي الأيام جاي نكثر من قراءة القرآن الكريم، مثل ما شفتونا أنا سندباد هم من قرانا بالحديقة. صحيح صح. فاليوم راح يكون موضوعنا هو ماذا نقول عند قراءة القرآن الكريم. حلو، ممتاز جدا. يلا نقلنا لعد. يلا مشاهدينا الكرام خلينا ننتقل إلى فقرة ندى الرحمة. مع ندى الرحمة. عندما نقرأ القرآن، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى أنزله على رسوله الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. وقراءة القرآن الكريم تنور القلب وتقوي الإيمان وتقربنا من الله جل جلاله. كلما أراد حسن قراءة القرآن قرأ هذا الدعاء: اللهم نور بكتابك بصري، واشرح به صدري، وفرح به قلبي، وأطلق به لساني، واستعمل به بداني، وقوني على ذلك، وأعني عليه، إنه لا معين عليه إلا أنت، لا إله إلا أنت.
إيه أبو عبد الله، عندي سؤال وأتمنى تجاوبني. إيه تفضل لي، إيش لا، بس قل لي شنو السؤال؟ سدي جاوب بعدين أقول لك. إيش أجاوب؟ غير أعرف السؤال يا عم فرحان. صحيح، أنا لازم أقول له السؤال حتى هو يجاوب. إيه. عشان فاتتني. بصراحة أنا كنت دائما آخذ يعني السؤال يقول يا أبو عبد الله بصراحة. نعم. شلون نخلي أطفالنا يحبون أعمال آباهم بالمستقبل ويساعدون آباهم في أوقات فراغهم؟ يعني شلون هسه أنا عندي محل. نعم. وأوقات الفراغ أحب آخذ سرحان ويجي هنا يبي بالمحل، فأنت شنو الطريقة؟ ها حقيقة خو السؤال هذا يعني لأن بي فائدة. هي لأبنائنا. أنا قبل كنت آخذ عبد الله وياي للشغل. زين. بالبداية كنت أقول هسا عبد الله أخذه وياي للشغل شو يسوي يعني قابل راح يشتغل نفس شغلتي، يعني ما كنت مهتم. أي. بعدين شفته لا حب هاي المهنة وطور من نفسه. وبالعكس يمكن صار بعد أحسن من عدي. لذلك إحنا ضروري نعلم أبنائنا يعني إنه هذا الأب شلون دا يشتغل، شنو الجهد المبذول من قبله، زين. شلون دا يتعب، شلون دا يصبر. ليش؟ لأنه إحنا لازم نفتخر بعمل وجهد أبائنا، لأن بسبب هذا الجهد هم وصلونا ودرسونا وعلمونا ووكلونا وشربونا. فلازم احنا نعرف هذا الشغل شنو نوعيته حتى لو ما صرنا مثلهم بنفس المهنه، لكن مع ذلك هم لازم نعرف. زين. واكيد انه بعد ما نتعلم الشغله راح يبدي وانه ويريد ان يتعلم مثل ما انت علمته. صحيح؟ صحيح، مضبوط كلامك. زين. والدليل مرات يعني شوف مثلا سرحان، زين، من تخليه انت بالدكان، زين، يضوج. وانت تخابرني تقول لي ابو عبد الله روح للدكان يا مسرحان، فبعدين اجي شويه واعلمك كم شغله. يابا شوف ابوك عمو فرحان شلون الناس كلها تحبه وشلون مضبوط بالشغل والترتيب وبضاعته نظيفه والاطفال كلهم يحبون يشترون من عنده، ولو انت ما تبيع يعني كله توزع مجاني. اي طبعا انت نفسك طيب حباب، انت خوش انسان. اي لذلك احنا في برنامجنا هذا عندنا فقرة مهمة وهي بعنوان حب عمل أبي، بها نقدم الكثير من أصحاب العمل المبدعين الذين أثروا في أبنائهم وخلوهم يشتغلون وياهم ويشتغلون نفس شغلتهم. حلو حلو حلو. أي زين، احنا قبل فترة أتذكر هم عرضنا هاي الفقرة وطلعنا هم مهنة معينة اليوم. أي. يعني هم حضرين نفس الفقرة. خوش فكرة. أي. شنو رأيك لو نروح أنا وياك ونشوف فقرة أحب عمل أبي؟ أحب عمل أبي. أبي يعمل خياطا، تعلم الخياطة من أبيه الذي كان يصحبه معه إلى دكانه القديم، فعلمه وأودع فيه حب مهنة فن الخياطة لأنها تقدم للمجتمع والناس الفائدة والجمال، ويستطيع من خلالها أن يكسب قوته لنا بالحلال. ونحن الآن نعيش في أحسن حال ولله الحمد والثناء. وذات يوم سألت أبي ما معنى أن يكون الإنسان خياطا، فأخبرني أن الخياط هو الشخص الذي يتخذ من الخياطة مهنة له، وهي عملية ربط القماش أو الجلود أو الفرو أو المواد المرنة الأخرى ببعضها البعض باستخدام الإبرة والخيط وماكنة الخياطة. وتستخدم الخياطة أساساً لإنتاج الملابس والمفروشات المنزلية مثل الستائر وفرش الأسرة وأشياء أخرى حسب الحاجة والطلب. وأنا أنظر إلى أبي وهو يعمل بفن وإتقان، شعرت أن الخياطة صنعة تحتاج إلى الكثير من المهارة والذوق والصبر وصنع الجمال، لأن تحويل القماش المسطح إلى ملابس تحتوي على العديد من الثقوب والشقوق والإنحناءات والطيات بطريقة معقدة، يتطلب مستوى عالٍ من المهارة والخبرة
لتحويل القماش إلى تصميم رائع يلفت الأنظار. أصدقائي الأطفال، وأنا أنظر إلى أبي المبدع الفنان، قررت أن أصبح مثله خياطا في المستقبل بعد أن أكمل دراستي. لذلك سألت أبي ما هي مراحل الخياطة حتى يتحول القماش إلى ملابس، فأجابني مبتسما وكأني ذكرته بنفس السؤال الذي سأله إلى جدي عندما قرر أن يصبح خياطا، فأجابني وهو يجلس بقربي واضعا يده على كتفي كأنه يريد أن ينقل خبرته إلى ابنه البار، فقال: أولا مساعدة العملاء في اختيار الأقمشة المناسبة لهم، ثانيا التحدث إلى العملاء حول الموديل والتصميم المطلوب للتأكد أن النتيجة سوف تطابق رغبة الزبون، ثالثا مرحلة القياس ورسم الباترون، وهنا يتطلب من أبي الدقة والتركيز أثناء أخذ القياسات بواسطة أداة القياس والتي عادة ما تسمى المتر، وأنا أراها دائما تزين رقبة أبي الحبيب. رابعا مرحلة الفصال وقص القماش، وهذه المرحلة التي لا تتطلب النقاش في أي خطأ، يعني تلف القماش. ثم تأتي مرحلة الخياطة والتي يستخدم فيها الماكينة والأبرة والخيط من أجل الخياطة، ثم مرحلة تركيب الأزرار على الألبسة وإعداد وتحضير الملابس الجاهزة وكيها بالمكواة لتخليص الملابس من التجاعيد وتنظيفها من علامات الطباشير التي استخدمها والدي أثناء الفصال. فقلت له: أبي إنني فخور بك وإنني أحب مهنة أبي. وأخيرا جاءنا الزبون وخرج من محل أبي مبتهجا فرحا بالملبس الجديد، وكسب والدي قوتنا الحلال وهو ما يرضي الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. How are you حسين؟ I'm fine thank you. حسين شنو هاي؟ سرحان. شو قمت تحكي إنجليزي؟ أنا كل إنجليزي سرحان للإنجليزي. قول شلون؟ شلون؟ أنا أقول لك أنا قوي بالإنجليزي وأنجح بدون ما أقرأ. قول شلون؟ شلون؟ أنا أقول لك لانه اني تسوي يا حسين ويا عم ابو عبد الله شو اسوي؟ انا اقعد يم صديقي كل شاطر، هو يكتب وانا باوع، هو يكتب وانا باوع واكتب مثله ونجحنا اثنين عدنا. قول مبروك قول مبروك قول مبروك. صدوق كذي وقف وقف. شنو انا باوع واكتب على صديقي؟ انت صدق تحكي عم ابو عبد الله؟ هو شاطر شاطر كل شيء يعرف. اعرف بابا شنو شاطير؟ غير انت تقرا مثله حتى تصير شاطير؟ لا انا ليش اقرا مثله؟ هو خطايا خلي يقرا واني بس ابوع عليه. ليش نتعب نفسنا اثنيناتنا؟ وليدي سرحان وليدي هذا الشيء حرام. عاد شنو؟ ليش؟ ايه؟ لانه من غشنا فليس منا. فليس منا عرفت يا حسين؟ هذا غش. هذا عرفت يا حسين؟ من غشنا فليس منا. عرفت شو علاقة حسين؟ مو انت هسه تسولف على نفسك؟ ليش انت تسولف علي ولا على حسين؟ عليك انت. اني؟ ايه اشبي اني؟ نجحت يعني المهم انت نجحت؟ لو احنا المهم عندنا همات طريقة واسلوب النجاح. يا وليدي ما يصير بنغيش، حرام هذا الشيء. يا عيني يا سرحان انت وين وديتنا؟ هسه خطية اجي حسوني ولازم بيده هاي اوهاق. لا ابو عبد الله مو اني ضعيف بالانجليزي، ضعيف بالانجليزي، اريد في الطريقة حتى اصير بها قوي بالانجليزي، شو اسوي؟ هاي جاوبك عليها حسوني. شو اسوي حسوني؟ شلون اصير قوي بالانجليزي؟ لا ابو عبد الله ما اقدر اجاوبه. ليش؟ لان هو احنا معلم البائع اسمه اليوم اعطانا درس. ها
ويعتمدون تحضير قانج. أريدنا عندكم كل واحد يجي أيه؟ أربع كلمات خمسة زين. يعني كلمات نستعملها بحياتنا اليومية. واني حاير يعني شو يعني كلمات ذني؟ اي صدق انا ما اصير قوي بالانجليزي. زين دقيقة دقيقة اسمعوني. حاير اني اريد اصير قوي بالانجليزي شو اسوي؟ يسجي اريد واحد يعطيني طريقة شلون اتعلم؟ بس انت يا سرحان خليتنا موقف محرج. اي يعني انت تريد طريقة باللغة الانجليزية حتى تتعلمها. وأنا أيه؟ عمك أبو عبد الله أيه؟ يعني قوي شوية بالإنجليزي يعني بالإيطالية يجوز أقوى. زين أما أبو عبد الله ألماني أقوى. أما أبو عبد الله شوية يعني. أوفي الإيطالي على صفحة هسه وقولوا لي منو حيعلمنا إنجليزي هسه؟ لحظة ها ها يوم عودين نسيتوا منو؟ إحنا مو عندنا فقرة أيه؟ بيها واحد يعلمنا إنجليزي شو اسمه ذكروني شو اسمه ها ذكرته سمارتي. سمارتي إيه غير تحكيها يا حسون دقون بداية خليت سرحان يسوي بينا هيك وسا شلون نشوف سمارتي صدق شلون نشوف حسين إيه خلي نروح لسمارتي يلا نقلنا لسمارتي يلا خلينا نشوف سمارتي يلا من يمك نقلنا يا سمارتي وسأعلقها في ركن الأعمال الفنية في المدرسة. جميل جدا عليك أن تعلمني هذه المهارات يا محمد وسأتفوق عليك في صناعتها. يسعدني أن تتعلم شيئا جديدا يا عزيزي، كما يسعدني أن تقدم أشياء أفضل مني، لكن من الأفضل أن تطلب ذلك بطريقة ألطف. أنا آسف، شكرا لأنك نبهتني إلى ذلك وأرجو أن تسامحني على ذلك. بالتأكيد أسامحك يا عزيزي، فأنا مسلم والمسلم يسامح دوما. ساعدني في اختيار لون أرضية مناسب. إنها ألوان جميلة وسأختار لايت كالر. وما معنى لايت كالر يا سمارتي؟ لايت تعني فاتح، كالر تعني لون، لايت كالر لون فاتح حتى يبرز لون الزهرة أكثر لأنه دارك كالر. دارك كالر تعني لون غامق لأنه دارك كالر. دارك كالر تعني لون غامق. دارك كالر لون غامق، لايت كالر لون فاتح. هذه كلمات جميلة يا سمارتي. سمارتي، هل هذا الإطار جيد برأيك؟ لونه جميل ولكنه ضيق قليلا. نعم صحيح إنه نرى. ماذا قلت يا عزيزي؟ نارو تعني ضيق. نارو ضيق. نارو ضيق. سمارتي، وماذا نقول عندما نريد أن نقول عريض؟ وايد 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 نارو وايد نارو وايد نارو. إنها فكرة جميلة يا أصدقائي، هيا افعلوا مثلنا حتى نحفظها معا. وايد نارو وايد نارو وايد نارو وايد نارو. شكرا لكم يا أصدقائي، كنتم رائعين. لقد تعلمت اليوم أن أطلب الأشياء من الآخرين بلطف وأختار كلمات جميلة في حديثي. وأنا تعلمت كلمات جميلة، دعونا نتذكرها معا. وايد عريض، نرى ضيق، دارك غامض، كولر لون، كولر لون، لايت فاتح. شكرا لك يا سمارتي وشكرا لكم يا أصدقائي، لقد ساعدتمونا اليوم. عليك
عليكم السلام. أهلا وسهلا أبو عبد الله. شلونك عمو فرحان؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أقول لك أبو عبد الله. نعم. عندي في السؤال جواب. قبل شوية شفت حسين فات مننا بدرجة سندباد، واللي أدري به أنه سندباد راح الحدائق مدن الزائرين. نعم. وهو قال لي رايح هناك. زين، شلون عاف درجته يا محسين؟ ها قلت لي شلون. اي مو حسين خطيه صار عنده شغله مهمه. فطلب من سندباد هاي الدراجه الهوائيه. سندباد انت تعرف بانسان مهذب ويقدر الناس ويقدر الجيران والاصدقاء. صح. وسخي. اي فعلا. واعطى دام انطى الدراجه الهوائيه المن من الحسوني. آه. وهو الله يكثر من امثاله. صح. قال اني اروح اتمشى لهناك. آه. يعني اوصل بطريقتي. ليش؟ في سبيل يسهل امر صديقه حسين. عافيه عافيه عليك سندباد وعلى طيب اخلاقه. شفتوا اصدقائي، اريدكم هيك تصيرون مثل سندباد، يعني تصيرون كرماء وتساعدون بعضكم البعض. ليش؟ لان يعني التعاون حلو ومطلوب بين الاصدقاء. بمناسبه سندباد هو قاعد في وسط حديقة، وتذكركم من خلال فقرة جميلة وهي حصاد الحلقة. شنو رأيكم لو نروح كنا ونشوف صديقنا سندباد وهو جالس في هذه الحديقة الجميلة، وهو راح يقرأنا تعليقاتكم الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أصدقاء البرنامج وأعزاء المشاهدين، ورجعنا وياكم بالفقرة اللي إحنا وإنتوا تحبوها واللي هي فقرة حصاد الحلقة. وبهاي الفقرة إحنا راح نقرأ رسائلكم ومقترحاتكم ونشوف صوركم الجميلة أكيد عن طريق واتساب البرنامج ورقم البرنامج اللي إحنا نعرفه اللي هو 0771211288. خليني أعيد لكم إياه 0771211288. وسع أعزائي المشاهدين خلنا نبدأ بالرسائل. هنا عندنا أصدقاء برنامج يقولون السلام عليكم، أتمنى تطلعون صورة بنتي منسة علي. صديقتنا هنا منسة صديقة البرنامج، وأختها نرجس علي. طبعا واضح أنه نرجس هي قاعدة تستعد للمدرسة. نشوف أصدقاء ثانيين. هنا نقول ندور ما شاء الله هوايكو رسائل زين. السلام عليكم، انا اريد اشارك في برنامج عمو فرحان، انا موسى فرحان من محافظه ميسان. اهلا وسهلا صديقنا موسى. هذا صديقنا موسى ما شاء الله صديق مرتب. نشوف اصدقاء اخرين زين. هنا عندنا عباس وسيم الموسوي، ايضا صديق البرنامج. اذا شوف بعد طبعا ما شاء الله رسائل كلش هواي. نشوف بعد هنا عندنا صديقنا يوسف اسعد صديق البرنامج من محافظه البصره. اهلا وسهلا صديقنا، صديقنا مرتب ودا يسعد المدرسه عم يروح المدرسه. هنا عندنا صديقنا عبد الله. عبد الله شنو ما نعرف بس هو اسمه عبد الله. شوف بعد زين عندنا هو اصدقاء ما شاء الله. الاسم علي جاسم، صديقنا علي جاسم. شوف بعد هنشوف بعد اخر صديق لنا. هنا عندنا السلام عليكم، احنا شاركنا برنامج عمو فرحان باسم مريم حسين وفازت تمام الف مبارك. أصدقاء المشاهدين للأسف إحنا لنا وصلنا إلى نهاية هاي الفقرة لأن الوقت ما يسمح لنا. هسه خلنا نروح إلى شارع الأصدقاء ونشوف شنو تعليقهم على هاي الصورة الجميلة. Thank you.
ها أطفالنا الحلوين، أنا نسيت دا أسولف وياكم، وإنما شنو شنو دا أدور على قطعة قماش حتى شنو دائما أنظف يعني واجهة البيت، الأبواب، الشبابيك، بس يمكن عبد الله أخذ هاي القطعة مع القماش وخلاني أنا حائر وأدور على سالفة النظافة. ترى النظافة جدا مهمة أطفالنا الحلوين، لذلك دائما إحنا نساعد منه ماما وبابا كبار السن بمسألة النظافة، مو نخليهم خطية واحدهم ينظفون. هاي أولا. ثانيا، وهذا ثانيا موضوعنا الجوهري وهي صوركم اللي دائما ننتظرها، الصور الفنية الحلوة المحبوبة الجميلة. احنا دائما نريدكم تدزونا صوركم من خلال الواتساب على رقم البرنامج اللي هو 0771811288، وتدزون فت صور مثلا من تزورون بالمدرسة، تمارسون الرياضة بأماكن عامة، صور حلوة ومحترمة وجميلة، وإحنا إن شاء الله دائما نعرضها من خلال يا فقرة صور أصدقاء البرنامج. وخلونا نشوف الآن مع صور أصدقاء البرنامج. مستمرين معكم أصدقائنا الأطفال الحلوين، وما زلنا معكم وفقرة من حلقة لهذا اليوم من خلال الفقرة التالية، وسوف تكون لنا وقفة مباركة مع أصدقائنا الحلوين اللي بعثونا بتعليقاتهم ومشاركاتهم، لذلك نحن خصصنا فقرة جميلة جدا وخاصة لهذا الغرض إلا وهي فقرة مشاركة الأصدقاء. هسه رح نشوف احدى صديقاتنا صديقات البرنامج وهي تمتلك مواهب عدة، منها المطالعة والكتب وبعض القصص القصيرة، كذلك لديها الهواية العالية في القراءة، وعلى أثرها شاركت في الكثير من المسابقات. تعالوا خلينا نتعرف عليها من خلال فقرة مشاركة الأصدقاء. الآن مع مشاركات الأصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني التلميذة آية إبراهيم عصام في الصف الأول متوسط. اليوم سوف أقرأ قصتي صاحبة النظارة والبنات المتنمرات من تأليفي. آية بنت ذكية وجميلة وطيبة، تبلغ من العمر 9 سنوات، تسكن مع والديها في بيت صغير،
تحيط به حديقة جميلة طالما كانت آية تلعب بها مع شقيقها. اضطر والدها إلى الانتقال للعمل في مدينة أخرى بعد أن توقف المصنع الذي كان يعمل فيه، واضطرت آية ووالدتها للانتقال معه، وسجلت آية في مدرسة جديدة. لكن آية كانت حزينة لأنها فارقت زميلاتها في مدرستها القديمة. كانت آية تعاني من ضعف النظر، لذلك كانت ترتدي النظارة الطبية طوال الوقت. وحين ذهبت إلى مدرستها الجديدة، دخلت الصف، تحدثت آية مع زميلاتها وتعرفت عليهن. عدد من البنات في الصف لم يعجبن بمظهر آية، ففي فترة الاستراحة بين الدروس سخرنا منها لأنها ترتدي نظارة طبية، وقلنا لها إنك ترتدين النظارة لأنك لا ترين. شعرت آية بالحزن الشديد لأنها لم تتعرض للتنمر من قبل حينما كانت في مدرستها القديمة. ذهبت آية إلى مكان معزل من المدرسة وأخذت تبكي بحرقة، لكنها لم ترد عليهن أبدا. كانت هنالك تلميذة اسمها نور، رأت ما حدث لزميلتها الجديدة آية، فشعرت بالحزن لما حدث لهذه البنت اللطيفة. وبعد انتهاء الدوام وأثناء عودة آية إلى منزلها، كانت نور ترافقها وقد أخذت تلاطفها بالحديث لعلها تخفف من حزنها. شكرتها آية كثيرا، وعندما وصلت منزلها ودعت زميلتها نور. دخلت إلى المنزل وقبل أن تستبدل ملابسها لاحظت أمها الحزن على ملامحها. طلبت الأم منها أن تحدثها عما أحزنها. حدثت آية والدتها بما حصل لها من تنمر، فقالت لها أمها: لا تهتمي كثيرا، فأنت أجمل منهن وأذكى. وعند المساء ذهبت نور إلى منزل آية لزيارتها. وعندما دخلت نور إلى المنزل وتحادثنا معا، عرفت نور أن آية بنت ذكية وطيبة جدا، وسوف تحصل على درجات ممتازة في المدرسة. ثم طلبت منها أن تراجع المادة معها في منزلها، إذ كان لديهن اختبار في مادة القراءة، فقبلت آية. وعند الانتهاء من المراجعة رتبنا الكتب وذهبنا إلى اللعب في حديقة المنزل. قالت آية: إنني أحب أن ألعب كرة السلة، ولعبنا معا واستمتعنا باللعب كثيرا. ثم ودعتها وعادت إلى منزلها. وفي الصباح اليوم التالي ذهبت آية برفقة زميلتها نور إلى المدرسة. وعندما دخلنا الصف بدأت المعلمة بشرح الموضوع، ثم سألت سؤال بسؤال، لكنها أعجبت من سرعة إجابتها، وطلبت من زميلاتها أن يصفقن لها، فصفق لها الجميع. الحكمة من هذه القصة أن يكون لدينا ثقة عالية بنفسنا، لكن ليس لدرجة التنمر. يجب علينا أن لا نتنمر على الآخرين سواء من شكلهم أو من سواهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأطفال الهنوين، وصلنا إلى آخر فقرة في برنامجنا لهذا اليوم، وهي فقرة التصل واربح. شنو رأيكم لو نروح نشغل هذا الفاصل، وبعدها رح يجي ويانا منو؟ حسين وأبو عبد الله، حتى شنو يشاركوني الاتصالات. اتصل واربح. اهلا وسهلا حسوني وابو عبد الله، اهلا وسهلا بكم. اليوم رح نبدي الاتصالات،
وطبعا اول اتصال حيكون مع العم ابو عبد الله. ليش؟ لانه هو كبيرنا وجميلنا. شكرا شكرا دكتور. واول اتصال مع من؟ السلام عليكم. انا وسهلا. سلام. عليكم السلام. من ويانا؟ رقية. رقية شنو اسم بابا؟ عصام. رقية عصام من يا محافظة؟ من واسط. من واسط. اهلا وسهلا ومرحبا. رقية استعدي للسؤال؟ يلا خلينا نشوفه. ها هذا السؤال شنو يقول حسوني؟ السؤال يقول: علم أي دولة هذا؟ ليبيا، تونس، مصر؟ ها رقية يا دولة؟ خلي نشوف. خلي نشوف الإجابة. صحيح. صحيح. جواب مصر. عفية رقية شاطرة مبينة. أي ما شاء الله. إيه إيه. كلش كلش. هسه منو يعني حسوني؟ أخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. منو يانا؟ شنو هاي؟ شو ماكو؟ والله ماكو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جاوب جاوب حسين سولف وياه. منو يانا؟ علي عماد جعفر من كربلاء. علي شنو؟ علي عماد جعفر من كربلاء. علي الإمام من كربلاء. علي عماد. علي عماد. إيه. علي عماد من كربلاء. من كربلاء. صديقنا علي وسهلين. شنو تريد؟ سؤال أو مشاركة؟ سؤال. سؤال. إذن خلينا نشوف السؤال. يلا. السؤال يقول: علم أي دولة هذا؟ العراق، تونس، مصر؟ بي. هذا بلدنا. بي. العراق. العراق. نشوف الجواب. خلينا نشوف. سوهم تأكد. صحيح. عافية عافية بارك الله فيك. هسه وياك دكتور فاهم. نعم. أي. ألو السلام عليكم. نسيت أرجع. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. أهلا وسهلا صديقنا. شنو اسمك واسم بابا؟ علي حسين. علي حسين أنت بأي صف؟ ثاني متوسط. إذا ثاني متوسط. يا محافظة حيكم. دكتور بابل. بابل. ها من بابي. ايه ايه. هذا السؤال حيكون وياك ابو عبد الله. يلا. ايه ايه. يلا يا علاوي. عندك مشاركة؟ ايه. يلا خلنا نسمع. يلا خلنا نسمع مشاركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. أحسنت. أحسنت. صدق الله العلي العظيم. بارك الله بك. أحسنت. الأصوات الجميلة في قراءة القرآن نسمعها من أصدقائنا الشطار. وهسه خلي نشوف من ويانا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من ويانا؟ زهراء. زهراء أهلا وسهلا. زهراء شنو اسم بابا؟ جمال. 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 أي. زهراء. أي. جمال منين يا محافظة؟ ذيقار. من ذيقار. اهلا وسهلا بصديقة البرنامج زهراء. عندنا سؤال لو انت عندك مشاركة. سؤال. يلا خلي نشوف السؤال. والسؤال يقول: علم اي دولة هذا؟ السعودية، لبنان، البحرين؟ اه زهراء يا دولة هذا العلم؟ لبنان. خلي نشوف الإجابة. الإجابة صحيحة. أحسنتي زهراء بارك الله بيك. هاي طبعا يا شجرة، هاي شجرة الأرز اللي موجودة لدى الشقيقة لبنان. يلا حسين بعد إلك أنت شوف منو راح يخابرنا هسه. السلام عليكم. عليكم السلام. منو يانا؟ يانا.
حسين شنو اسم بابا؟ اسعد. حسين شنو؟ حسين اسعد. حسين اسعد صديقنا. حسين شنو من يوم محافظة؟ البصرة. منين حسوني؟ من البصرة. من بغداد. صديقنا حسين عندك مشاركة؟ من البصرة. حسين اسعد انت من البصرة. من البصرة واحنا سمعنا بغداد ايش مترينا يعني يا حسين. صديقنا حسين عندك مشاركة؟ نعم. يلا خلنا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. احسنت، بارك الله بيك حسون الشاطر. هسه لك دكتور فاهم. شكرا جاري العزيز ابو عبد الله، وانت جار عمو فرحان، واني جيران عمو فرحان. كل الهلا بيك. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا صديقنا او صديقتنا، الاسم شنو؟ محمد بهاء. محمد بهاء. انت باي صف؟ بالخامس. صف الخامس ابو عبد الله. اه حلو. من يا محافظة صديقنا؟ كربلاء المقدس. كربلاء المقدس ابو عبد الله. كل الهلا بيك. خذ الاتصال ابو عبد الله. يلا انا وياك، انت تدري بيا ما فارقك طبعا، شلون عيفك وحدك تاخذ الاتصال. عيني محمد، انت عندك مشاركه لو تريد سؤال. سؤال سؤال يلا خلينا نشوف السؤال. السؤال يقول: علم اي دوله هذا؟ ايران او الارجنتين او سويسرا؟ سهل سهل. ايران. خلينا نشوف الاجابه. اي دوله مجاوره للعراق. صحيح. حسين بارك الله بيك. هسه خلينا نشوف من ويانا. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. يلا هذا اخر اتصال، من ويانا؟ زينب حسن. زينب حسن. من يا محافظة زينب؟ بغداد. اهلا وسهلا بكم زينب، عندك مشاركة لو احنا نعطيك سؤال. سؤال يلا خلي نشوف. ها لا انا راح اعطيك من عندي السؤال. اي وين ابو عبد الله؟ شنو السؤال؟ اسمعوا السؤال. ما اسم النهرين في العراق؟ شو اسمهن النهرين؟ اوه النهرين، نهرين بالعراق. دجلة والفرات. ها صحيح. دجلة والفرات. عافية يا زينب، لا مبين عليك شاطرة بالجغرافيا. اي هسه شنو؟ هسه للقرعة. يلا تفضل حسوني. تفضل. يلا يا اغمض عيون احسن؟ لا احنا ثقة ان شاء الله هناك شارع الاصدقاء. يا عيني اسحب. لا اسحب اسحب. يلا وانت اعلن الاسم يا حسين. الفائزة معانا رقية عصام من واسط. ألف ألف مبروك صديقتنا في استيانة بالقرعة. مبروك. تستاهل رقية، كلهم يستاهلون. ألف مبارك أصدقائنا الأطفال الحلوين. للأسف انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على من اللقاء بكم مع حلقة جديدة إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.